مساء الخير، اهلا ومرحبا بكم في جزائر فوت شو اللي ياتيكم سبيسيالمون اليوم من خارج الاستوديو من لو غون بارك دو لاستي بتلمسان، هذه المدينه الغاليه علينا كاع، في حدث في يوم كبير للوداد، وداد تلمسان. رانا هنا باش نعيشوا مع بعض، معكم انتم كذلك مشاهدينا الكرام اللي تابعونا عبر زاير تي في، احتفاليه وداد تلمسان بالصعود الى الرابطه الثانيه وبالعوده الى بطوله الرابطه المحترفه الثانيه بعد موسمين في قسم الهواة. هذه هي ميزه الانديه الكبيره، تبرد لكن ما تموتش. مرة أخرى نرحب بكم مشاهدينا الكرام، نرحب كذلك بكل الحضور اللي راهم معنا طيلة هذه السهرة، كل عائلة وداد تلمسان من سلطات محلية، من طاقم إداري، طاقم فني، لاعبين وكذلك الأنصار. تلمسان راهي زاهية والفرحة وأجواء كبيرة ما زالها متواصلة في هذه المدينة. والاحتفالية لا زالت متواصلة على قناة جزائر تي في في هذه السهرة، في هذا العدد الخاص من جزائر فوت شو على شرف وداد تلمسان ليعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية موبيليس بعد موسم كبير. السهرة اللي راح تكون رفقة الزميل رفيق الدرب مصطفى وعيل اللي نرحب به. ربما مصطفى ما يليقش انه انجاز مثل هذا لوداد تلمسان، صعود تاع وداد تلمسان يمر مرور الكرام. Oui, bien sûr, parce qu'il s'agit quand même de Tlemcen, de Wydad de Tlemcen, un club qui a marqué le football algérien. Wydad Tlemcen, comme je l'ai toujours dit, on a fait, dans ma conception du football algérien, on a manchouf championnat à Dzaïr, mais fait Wydad Tlemcen. Même pas la Ligue 2, c'est-à-dire au moins la Ligue 1. Donc, je suis très heureux d'être parmi la grande famille de Wydad Tlemcen. Contre le stade, j'ai vu le match, c'est formidable, l'ambiance et tout. J'ai revu les anciens joueurs qui sont juste derrière moi. Hadouli, ma chef, Homchi Labo, ma chef, Walo, dommage pour lui. Donc, voilà. وحنا اليوم مصطفى وعيل رانا فرحانين كذلك ان نكونوا ضياف في تلمسان، ضياف تاع وداد تلمسان، ضياف تاع كذلك مدير الشبيبه والرياضه في ولايه تلمسان السيد عابد بوراوي اللي نرحبوا به. ما بلاش اذا احنا نرحبوا بك ولا ترحب بنا. شكرا على كل اولا الترحيب متبادل، واود ان اقدم شكري الكبير لهذه القناه، قناه الشباب، وتنقلها إلى ولاية تلمسان في حدث هام، حدث سجل من ذهب بعد سنة من المتاعب وبعد سنة من الاجتهاد. ها هو اليوم الفريق الكبير والعريق ليس بالجديد، فاليوم يسجل أيضا حضوره من ضمن الكبار في الجهوي الثاني احترافي.
نعم، وفي الجهة المقابلة في الجهة اليمنى تاعي ثلاثة من بين المهندسين تاع هذه الصعودة وهذه العودة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، والبداية مع الرئيس نصر الدين سليمان. مرحبا بك سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم أستاذ سويداتي المسان، ترحب بالجميع وتقول لكم هذه عودة أولى وإن شاء الله نعود نخطو الصفوف تاعنا ونعملوا باش هذا الفريق يحصل على المستقبل، يعود المكانة تاعو اللي يستاهلها بقيمته في المستقبل، يعود للناسيونال إن شاء الله. وبجانب الرئيس سليمان زوج مسيرين نشطاء يعني ينشطوا بزاف ونشطوا بزاف في هذا الموسم، محمد غمادي. مرحبا بك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذه الضيافه ومرحبا بكم عندنا الشيخ. الشيخ الموسم كان شويه صعب والحمد لله ربي وفقنا وان شاء الله نردوا الفريق للمكانه تاعها ان شاء الله. وسفيان خميس كذلك حاضر معنا، هاد زوج المسيرين اللي متعودين انهم يعملوا في الظل اليوم فضحناهم، هذه هي جزائر تي في اليوم ما كانش وين نزيدوا نتخباو. محمد وسفيان خميس كذلك مرحبا بك. الله يسلمك، السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا. حنا ان شاء الله اليوم هذه الفرحه ان شاء الله ان شاء الله تدوم لسنين وسنين ان شاء الله. حنا رحنا هنا باش كما قال اوني ديزامورو تاع الكلوب ان شاء الله، اللي حنا هنا باش جينا باش لهذا الفريق نرجعوا لمكانته الحقيقيه ان شاء الله، وهي القسم الاول ان شاء الله. وهذا ما نتمناوه لوداد تلمسان. عود لك سيد براوي، صعود ربما بعد موسمين يعني في القسم قسم الهوات اللي ماهوش يعني المستوى تاع وداد تلمسان بالنسبه لتاريخه بالنسبه لعلاقه هذا النادي، اليوم هذا الانجاز اللي من دون شك يعني يتجاوز الانجاز الرياضي فقط بالنظر لقيمه الولايه بالنظر كذلك لحجم فريق اسمه وداد تلمسان. اكيد هي خطوه اولى ايجابيه وان شاء الله عازمين على المواصله ومرافقه المسيرين واللاعبين حتى نتمكن من الرجوع الى القسم الوطني الاول احترافي، ومن هذا سنعمل مع بعض، وهذه المرافقه ستكون من خلال الدعم لهذا الفريق، دعم هيكلي إن شاء الله. ستنطلق الأشغال في عيادة العشب بكامله بنزح التراب وإحضار تراب جديد، لأن مدة 16 سنة فالعشب الطبيعي ما بقاش يعني غير صالح الآن. هذا في الملعب الكبير، في الملعب الحالي، في الملعب العقيد لطفي. نعم. اللي هو موقع فريق وداد تلمسان. نعم. وبالتالي سنعمل إن شاء الله من يوم الأحد إن شاء الله ستنطلق الأشغال في إعادة تهيئة الملعب. ما نضيعوش الوقت. أكيد أكيد، وفي إطار دائما التحضير، لأن احنا إذا كان اليوم فرحة الصعود فنحن بدأنا في تحضير الموسم مع المسيرين وبعض الأنصار، بدأنا نفكر في كيفية تحضير الموسم الجديد اللي نأمل باش يكون إن شاء الله فال خير وفال أيضا تألق. نعم، ونطلب كذلك من مرة أخرى من المخرج رفيق عنيق أنه نعود نشوف فرحة، نشوف صور الفرحة والأجواء الكبيرة اللي عشناها مع مناصرين وداد تلمسان، ولا راح يعلق لنا عليها السيد سليمان رئيس وداد تلمسان اللي كان خير على الوداد مع الفريق بطبيعة الحال اللي عمل معاه هذا الموسم. يعني لما تشوف هذا الصور الأجواء الكبيرة اللي عاشها النادي مع الجمهور تاعو في المباراة الأخيرة في هذا الموسم، واش كان يعني في الذهن تاعك سيد سليمان؟ تو سيمبلومون ردينا الروح لهذا الفريق، وإن شاء الله كل الناس اللي شاركت في هذا الإنجاز نشكروهم كثيرا ونطلبوا منهم باش يزيدوا يعملوا كثير باش هذا الفريق نقولوا نعاودوا نقولوا باش يرجع لنا المكان تاعو هو القسم الوطني الاول. نعم، وربما نعاود نقول لك سيد المدير، ربما لو بلو دور باسي اليوم في بالنسبه لوداد تلمسان، لكن الاهم مازال ينتظر في هذا النادي اللي فاز بألقاب كبيره، اللي كان من بين يعني اكبر اللاعبين اللي يلعب الادوار الاولى في كل موسم في الرابطه الاولى. اكيد يعني كي نشوفوا تعليقنا على هذه الصور، هو تعطش اولا الانصار من جهه، يعني الحضور المكثف لهم في هذه المقابله الا عباره على رساله
أنهم مع الفريق وسيستمر الأنصار في متابعة هذا الفريق حتى يتألق من جديد. نعم سفيان تفضل. احنا انا الحاجه اللي انا فرحان بها وقلت لها من بين الحاجه الاولى اللي قلتها هنا للجماعه نهار اللي بدينا وهي حاجه غاليه بزاف وهي صنعنا التاريخ. صدر الشيء اللي وصلنا له دروك صدر لنا ماركي ليستوار تاع الوطن. المكتب المسير اللي رجع المكتب المسير قلت للاعبين كيسمع وهذا الشيء كان بون هذا الصعود ما جاش سهل صدر جا صعيب بزاف بصح النقطه الاساسيه اللي كانت عندنا وهي كنا عائله واحده. نعم. هذه اللي خلاتنا صدر سر النجاح تاع فريق وداد تلمسان. نعم. وبهذا بهذا بهذا اليونيون ان شاء الله نمشيو بعيد ان شاء الله. محمد شيخ واش نقول لك شيخ نشكر اللعابه اللي كانوا معنا رجال نشكر الطاقم الفني الطاقم الاداري الطاقم الطبي شيخ شول كما قال لك كنا عائله واحده الشيخ نتمنى هكا كما هذا العام ان شاء الله حققنا الصعود نزيد نحققوا العام الجاي ان شاء الله. نعم نعم مصطفى نعود ليك ربما يعني النادي وداد تلمسان يعود من بعيد بالنظر للموسم الصعب اللي مر به في الموسم الماضي اللي كان يصارع حتى الجوله الاخيره للبقاء في قسم الهواة يعني عام بعدها قلت كنت قلتها يعني في البدايه عام بعدها يعني يحقق العوده تاعو للرابطه الثانيه كنت قلتها يعني فرق كبيره تمرد لكن ما تموتش مصطفى بيان سور والفرق الكبيره ما تموتش علاش ما تموتش باسكو الفرق الكبيره فيها رجال راك تشوف الله يبارك لي ديريجون والمسيرين كذلك اللي راهم وراك اللي راهم ورايا واللي راهم اون فاس كما قال سي خميس جيماجين كسا با ايتي فاسيل سورتو كو العام اللي فات الفريق تفادى السقوط يعني في الجوله الاخيره في الجوله الاخيره باش تو ايماجين كون تلمسان زادت هبطت وما كانش خلص الموسم اللي فات الفريق طوميو عندهم توت اون جينيراسيون دو سور دوي دو فوتبولور سور دوي دي زونترينور اوسي كان اترافير لو بيي كنت بدا تحسب لي زونترينور تاع تلمسان كي سون ايور ايل سون ليجيون وراهم بوتيتر لي بلو كوتي في شامبيونات على ليغ صح دونك قلت لك ما جو بونس كو انفان سي غراس ا دي زوم كوم سا لي الفرق هذوما اللي تقول انت ما يمرضوا لكن ما يموتوش باسكو ديريير فورتوريزمون كاين رجال كاين دي جون كي اون سي سليمان صافي كومام جو كروا كو دوبوي لا كرياسيون تاع من نهار تاسس الفريق هو فيه دونك سي اون كومبيتونس افيري سي سا هذا هو يعني يسمى رجال يوقفوا على الفريق لو كما يخفوش عليه يموت يا سي هذا بفروغ منه. نعم ونجاح كل فريق رانا في الجزائر مصطفى يعني ما نكذبوش على روحنا نجاح كل فريق في كره القدم الجزائريه متعلق ب يعني ب يعني لزاد تاع السلطات المحليه بدون شك دعم السلطات المحليه جوستومون ا كومونسي باغ لو دي جي اس اللي راهو حاضر معنا سي بوراوي واش يعني وجدنا لوداد تلمسان من الناحيه الماليه خاصه في الموسم الجاي ان شاء الله اكيد هو على كل باش نرجع فقط لنقطه الصعود نعم اذا كان ذكروا الاخوان باللي هي متاعب الموسم الرياضي فهذا لا ينفي باللي الفريق انهى الموسم باريحيه يعني فصل في صعوده قبل نهايه الموسم كان اول فريق يعني اكد الصعود تاعو اكيد وهذا من ضمن النتائج الجد ايجابيه في هذا الموسم نعم يعني ما نقولوش بلي الصعوبات هذه اثرت عليه ويعني وصعوده بصعوبه لا نعم صعوده هذه السنه للمحترف الثاني جات باريحيه لكن فيه متاعب في التسيير نعم اكيد فيه متاعب في التسيير واللي هي راني قلت بلي بدينا في التفكير في انطلاق الموسم الجديد الموسم الكروي الجديد ومن خلاله خاصه المتابعه الشخصيه للسيد الوالي لهذا الفريق اللي اعطاه اهميه كبيره وبدينا ندرسوا في هذه الصحراء نعم هو بدينا ندرسوا في وضعيه الفريق وكيف نحضر لانطلاقه الفريق سواء من خلال التقنيين او المدربين او اللاعبين او حتى الشركاء اللي راح يكونوا مع الفريق خاصه السبونسورينغ اللي هم اساس فالدعم نتاعنا تاع الدوله ودعم السلطات العموميه راح يتواصل لكن ايضا رانا في بحث مستمر موجودين في تلمسان في شركاء يعني خواص اللي ساهموا معنا في هذا الفريق لان ما دام يعني الاهداف المسطره تبقى دائما الرجوع للقسم الوطني الاول نعم ممتاز فهذا طبعا يتطلب اليات
حتى نوصلوا للهدف هذا. سي بوراوي اليوم المناصرين تاع وداد تلمسان راهم راك شهيتهم شو وقتهم يعني بالكلام تاعك راح يكونوا مستثمرين يعني جدد مع وداد تلمسان ولا دي سبونسور جدد مع وداد تلمسان في الموسم الجاي. ما راحش يكون مشكل تاع اموال في وداد تلمسان بالنسبه للموسم الجاي خاصه انه نعرف في الرابطه الثانيه يعني تتطلب اموال كثيره تتطلب يعني موارد كثيره. أكيد على كل الجانب المالي مهم كثير يعني باش يكون المخطط نتاع الوداد ويكون المخطط نتاع المسيرين ما يكونش وحدهم نعم. إلا لابد من الشراكة مع الإدارة ومع أيضا شركاء خواص، وإحنا قلنا إن شاء الله وداد تلمسان هذه السنة راح تتفاوض مع العديد من الشركاء عن طريق السبونسور سواء خواص او حتى مؤسسات تابعه للدوله عن طريق السلطات المحليه عن طريق مباشره بالتفاوض عن طريق السيد الوالي مباشره. وطبعا يعني الكلمه الاولى والفاصله ترجع للمسيرين، نحن نرافقهم نعم. واكيد الدعم المالي سيتواصل عن طريق ميزانيه الدوله، لكن هذا غير كافي اذا كان طموحنا وبرنامجنا هو الصعود للقسم الاول محترف. اليوم بعد المباراه السيد الوالي يعني مضى على شيك بقيمه 500 مليون سنتيم للوداد، يعني مانيش غلط؟ لا اكيد، هو قبل هذا كان فيه ايضا مساعده ماليه بقيمه 10,000 دينار دي مليون دو دينار دي يعني دينار. مليار سنتيم 100 مليون يعني في بضعه ايام استلمه الفريق، وهذا اليوم يعني 5 ملايين دينار هو حق الصعود، لان ما زالت شويه ديون على اللاعبين وبعض الاشياء اللي لازم ننطلقوها من الان. نعم. فهذا فعل خير فقط. ان شاء الله هذا ما نتمناه، يعني كلام اللي ربما يريح الاداره السيد سليمان. لا ما يريحش الاداره على خاطر عندنا زوج مشاكل. المشكل تاع باش نمضيو هذا العام هذا السنه، والمشكل باش نوجدوا السنه المقبله. دونك هذا يتطلب منا بيجي بريفيزيونيل كي سري ريغورو بي لا بوزيسيون دابور جيوغرافيك دو تلمسان اي لي ديبلاسمون كي بون سي ملتيبلي بار دو دوتون بلو كون اورا اون ايكيب يو 21 اون بلوس لاني بروشان كي باس ديبلاسي افيك ليكيب سينيور. نعم. وعندنا مشاكل تاع بور فورمي اون غراند ايكيب. نعم. وين غراند ايكيب بو لا فورمي بو خصك المستحقات تاعها باش هاد اللاعبين يكونوا في المستوى ان شاء الله ويكونوا مرتاحين باش نسيروهم بكل جديه، وان شاء الله باش نعاودوا نحقوا على نتيجه اخرى اللي تفرح كامل هاد اللي تليق قيمه وداد تلمسان كذلك. نعم. نعم. لخاطر كما قلت لي علق على الصوره تاع الملعب، كي تشوف الملعب كيما هذا مقتاد والناس فرحانين والناس والنتيجه اللي حققنا عليها هي صعود، ورحنا في 23 مقابله بدون انهزام. دونك رحنا في دون اون كورب اسوندونت فافورابل. Il faut continuer dans ce travail pour pouvoir atteindre les objectifs passés. نعم، ويعني ونعرف أن قوة وداد تلمسان كذلك هذا الموسم كانت يعني في إدارة كل شيء يمشي، كل واحد يدير المهام تاعو على أحسن وجه. كاين السيد سليمان للواجهة اللي هو المصداقية تاع وداد تلمسان على حتى على مستوى الهيئات الكروية. كاين كذلك مسيرين شبان اللي راهم كذلك مور السيد دجياس وكذلك مصطفى وعين. لو كان تعرفنا شوية بالإدارة تاعك. بالإدارة تاعي كاين ناس اللي يعملوا في حتى هما في الخفاء. كاين السيد حولي هو متقاعد ويخدم في لا تريزوري. كاين سي هلال زهير اللي هو عضو بلدية تلمسان ويعمل في فئات صغرى. كاين سي عياشي شكري اللي هو اكسبير خبير مالي اللي هو يتكلف لنا بالمال.
وكاين سي بن موسى اللي حتى هو اداري اللي يسوكب، كاين سي حوتي نور الدين اللي متكلف بالدي تي اس كدي تي اس فئات صغرى، كاين سي القايد اللي عضو في لابيوي. دونك هادو الناس كامل كان اون سيمبيوز بيناتنا ونخدموا ونجتمعوا كل احد اللي بدات السنه، كل احد نجتمعوا ندرسوا كامل القضيات باش كل شيء يكون من الفئات الصغرى حتى الفئه الاكبر. واللي ما يجيش يخلص نتائج يخلص. كاين واحد الواحد هناك راه قاعد سي راسيم، فهمت؟ هذا كيما يجي ما يجيش يحط مليون. اه يخلص. مصطفى حبيت نو انا حبيت نسقسي برك مسيو سليمان، العام الجاي تبقى على راس الفريق؟ هنا نحن عندنا سيكل اولمبيك باسكو انفان جو فو سون ان بو سيبتيك ان بو ايزيتون. لا 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 ماشي ايزيتون، ماشي ايزيتون. احنا لا ربما متخوف من لا احنا متخوف نجمو نجاوبوك في مكانك. خلاص راح يجاوبك السيد بورا. ما نبدلوش فريق اللي يجيب نتائج ايجابيه كيما بيان سور بيان سور. الفريق اللي فايز ما نغيروش مادام فايز. وانا نعاود نجاوبه تفضل سفيان. انت طرحت مشكله تاع المال سي فري. المال هذا العام حقا تدير الاعانه تاع الدوله. احنا نشكروا سيد الوالي ونشكروا مدير شباب الرياض، قاموا بمجهود بصح مجهود كان بزاف صدر. احنا خاصنا بزاف ماركو الجوار دروكا صدر. احنا طحنا مع ولاد فاميليا ورجال، هما اللي نقولها لهم في وجههم صبروا معنا والله يجازيهم. بصح وصلنا احنا الفريق اللي كان في الغرقه، باسكو الفريق كيطلع صفر. احنا كنا احنا في الواجهه بصح تتكلم من الوالي وجهاوت صدر. الاول اللي تكلم له هو قال والي ولايه تلمسان صدر طلعت عاود مدير شباب الرياضه ولي زوتوريتي وكسمه. السؤال اللي طرحته الشيخ نصرو، احنا الى نمشيو انا احنا كيش نفهموا الى هاد الاداره جاو رجال، الى هاد الرجال خصهم الله احنا اللي دي تاعنا الوطن طلعوها بعيده. احنا يا سيدي احنا لا ندخلوا في حياتهم ندخلوا معنا في زوج. احنا هيدا نفهموا هيدا صدر. احنا رحنا هنا متحدين كامل الصعوبات باش الفريق نمشيو له. بصح الا ما لقيناش الامكانيات القويه اللي احنا طالبينها احنا اون دوموند با لا لون بصح كومام نجمو نعينو. انا قلت بالك نجبدو ما احنا نجبدو بالك. البارح طرقت معاه قلت لك شويه كاين فريق انا نتحد هدرت حتى مع سيد الوالي انا، كاين فريق هنا في ناسيونال اون عنده لا ماس سالاريال 6 مليار وما نهضروش هذا الفريق. بصح ما دار والو صفيان. لا رياض انا قلت له سيد الوالي عنده 6 مليار شحال يخلصوا؟ 9 موا. قلت له هذيك 9 موا ديفيزيها سور 4 ونتحدى اي واحد وبالك جماعه يقولوا معايا سور 4 ديفيزي لي هذيك 6 مليار بار موا اون 4 لوا تلمسان سا سرا شامبيون داجير. قلت له نتحدى الا تمت 6 مليار حنا مدنا. قلت له هنا مدنا 6 مليار العام الاول لوا تطلع ناسيونال 2 زيدنا 2 موا 12 مليار لوا تطلع ناسيونال 1 زيدنا الباقي لوا تلعب تكون شامبيون داجيري. خاطر علاش تلمسان بالك يوافقوني الشيوخ راه هنايا عندنا اون بات هنا في الغرب وتلمسان مدرسه وكاين ولادها صدر وكان يكونوا التدعيم يكون قوي والله راني نقولها لك ابو محمد من هذا المنبر والله العظيم يكون تدعيم قوي والله هنا نمشيو بعيد صدر. الطموح ماشي غير نطلعوا ناسيونال اون جو لي بروميير رول. اسمح لي حتى انا طمعتني معاهم. اسكو على حسب الديسكور تاعك اسكو دون لافونير يعني على المدى القريب ولا المتوسط؟ قلت لك انا نتحدى. لا اسمح لي اسكو اونورا لوكازيون دو فوار اون اوتر جينيراسيون دو كيما تاع بنت دحلان. شو اون اون جينيراسيون شو درك عندو قال لك منا اون اكسيتيرا شو اون اون جينيراسيون دون 4 و 5 اون هي اللي خريس اللي هبري اللي دحلب اللي بتاش دون 4 و 5 اون. بالك الشيخ الحوتي بالك الشيخ الحوتي يوافقني باسكو راه يخدم في الفئات الصغار. نقول له باللي 4 سنين 5 سنين ولا 6 سنين مام هنا لي جون راهم عندنا صغار كاين هنا جونري جوياك فرحت. لا هنا مام لي جون هنا ولا التلمسان راهم صغار كاين في الله يبارك عندنا اون موان داج مليحه الله يبارك صافي صدر. هادو بالاكسبيريونس تاعهم مع لي جون راهم طالعين نجمو باللي 5 سنين 6 سنين تكون عندنا لا كروند ايكيب دو تلمسان ان شاء الله. وحنا هذا هو لو بيوت تاعنا. حنا جينا هنا ماشي غير جينا نلعبوا الفوتبال ونمشيو. قال هاد ليكيب صيفري تلمسان صنعنا التاريخ كسنه اولى صنعنا التاريخ بصح خصنا نصنعوا تاريخ قوي تاريخ اللي كي تحفره بين ذهب ما يزولش. قال علاش بوركوا لا جينيراسيون تاع 98
فوتو كان جينيراسيون كبار بصح لا جينيراسيون 98 دات القاب صح. وكان يا ربي دروك تمشي تنحيهم ما يزولوش خريس ما يزوج دحلم ما يزوج علي ما يزوج كامل ما يزوج جواد ياد ما يزوج حتى واحد ما يزول باسكو داروا صنعوها بالتاريخ هذا التاريخ ما يموتش حنا جينا هنا باش نعاودوا نصنعوا التاريخ بصح التاريخ يكون قوي الا هما جابوا كوب دجيري حنا واش تلمسان خاصه خصها كوب عرب كوب عرب لا لي جايك انا جايك جابوا كوب جاري حنا اون فيز حنا هذا لو جروب الا مشينا بيت اون فيز لو شامبيون دجيري سا سلا لوات بوركو با لوات سا سلا شامبيون دجيري كاش نهار نجيبوها سي ان شاء الله يا اللي جابوها ماشي خير منه واش خصنا الشيخ دراهم دراهم نجيبوها شي شير ما نساوش السيد بن صفية اللي كان معنا مستشار في بداية السنة وراه مريض الشفاء العاجل والسي بريكسي اللي عاوننا حتى هو في البداية كان من ناحية المالية كان خلص اللاعبين وهذه دونك كاع الناس اللي ساهمت الجروب خربوش جروب مغرب ومبلاش قاعد الناس اللي ساهمت في الوداد ماذا بينا يزيدوا يدعمونا ويزيدوا لنا باش نكملوا المشوار دي زونكوراجمون باش نزيدوا نعملوا اكثر لاخاطر حنا نو سوم موبيليزي ليكيب تاعي كاع كيما اللي ريها موبيليزي يخدموا واش ما تقول لهم يديروا ورحنا منظمين والفئات الصغرى ما تنساوش باللي لي اوبان تاعنا Ils sont actuellement, ils vont disputer un match pour être champion du groupe Tsahab. Ils devancent la Saoura, où les U18 reprennent l'MCA en quart de finale à Tlemcen. Donc ils ont été éliminés par Saïda. Donc il y a une patte de jeunes. On a organisé aussi pour le PS Saoura des tournois de jeunes. Deux tournois de jeunes. Le deuxième tournoi était un tournoi national, puis quand il y a Paradou, Lazmou, Belabès, Média, ou les écoles de football de la wilaya de Tlemcen. Donc, on a le titre. Ce n'est pas le titre en lui-même. Maintenant, on est en train d'ensemencer le terrain pour récolter quand même les jeunes de la wilaya de Tlemcen. pour former la grande équipe minime pour l'année prochaine. Inch'Allah, هذا ما نتمناه كذلك. ربما نعود لك محمد اليوم كما قلنا لو بلو دوغي باسي يعني الوداد تلمسان اللي تعود الى الرابطه التاليه واش ما الاخطاء اللي ما لازمش الفريق انت كنت لاعب في هذا النادي واليوم راك مسير واش ما الاخطاء اللي من المفروض انه الاداره انه يعني عائلات وداد تلمسان تتفاداهم باش ما تطيحش في نفس المشاكل. الشيخ الاخطاء واش نقول لك الشيخ احنا ما نبقاوش نكذبوا دروك على الانصار و الشيخ حنا دروك راه خاصنا الدراهم ما نكذبش عليك الشيخ دروك مليار ولا 500 ما تقدكش راه عندنا رانا مسالوها خاصنا الشيخ باش نكذبوا على الانصار ولا العام الجاي نزيدوا نطلعوا ما نقدوش دروك الجوار راه ما عاد يسالوا راه ما عطينا الدي جي اس وعود وسيد الوالي وعود بصح خاصنا نستناو باش نقول لك العام الجاي باش نقلعوا ما كانش خاصنا الدعم خاطش حنا دروك تلمسان كبيره لقينا زوج تاع الناس عاونونا جروب خربوش ولومبالاج ماكرا لقينا عراقيل الهواري بن صفية نعم راك فاهم وهما حنا صح انا باينين حنا تعبنا معليش المهم ردينا ليكيب المكانه تاعها راك فاهم ومازال خاصها تتولي بصح ماشي بالهضره الشيخ راك فاهم خاصنا الدعم نعم سيد براوي اكيد حنا قلنا لابد باش توصل الاهداف المسطره لابد من وسائل تكلمنا على الوسائل البشريه مؤطرين لاعبين الوسائل الماليه ضروريه باش توصل هدف نعم. وقلنا الوسائل المالية هذه راح تكون مصدرها من جهتين أولا الدعم في إطار ميزانية الدولة نعم. عن طريق السيبونسيون الإعانات المالية المعتادة وهذا بطبيعة الحال ما يكفيش موش لموسم ما يكفيش لشهر صح. لأن عدد قليل والميزانية محدودة وبالتالي فهي نوع من المساعدة وهي مساعدة متواصلة يعني. نعم. والدعم الثاني المالي هو راح يكون يتأتى من خلال الشركاء اللي راح نستدعوهم ونعرضوهم مع السيد الوالي ومع المسيرين باش نتحاوروا معهم وندخلوهم كشركاء للفريق نعم. اليوم راه كاين قانون سبونسور يعني ما فيش تخوف بالنسبة للخواص باش يدخلوا مع الفريق نعم. كباقي الفرق الأخرى
وبالتالي في التمويل راح يكون من الجانب الثاني، وان شاء الله سنعمل. سيد براوي تكلم محمد قلب اللي يعني ما عندناش باش نبداو الموسم يعني فرحهم شويه يعني شحال راح يكون لو بودجي اللي باش يبداو به وداه الموسم الجاي ان شاء الله؟ لا مش احنا ماش راح ننتظروا الموسم، انا قلت لك من الان رانا بدينا مع المسيرين التفكير في كيفيه انطلاقه الموسم دور. يعني ما كان لان في خلاص لان في منهجيه في التسيير. مش ممكن نتكلموا على نتكلموا على موسم وغلاف مالي الموسم. راني قلت التمويل راح يكون بالتدرج، فبالتالي احنا الان في مرحلتين. المرحله الاولى هو تسويه وضعيه اللاعبين من جهه، تسديد حقوقهم، وايضا تسديد شطر من الديون المترتبه على الموسم هذا، لان الموسم هذا مترتب عليه ديون. فنخرجوا من الموقع هذا ننطلقوا في الموقع الثاني هو انطلاق الموسم الجديد، وهذا ان شاء الله من خلال اقل من شهرين تكون الانطلاقه فقط ان شاء الله. هذا ما نتمناوه كذلك. سيد عبد البراوي يعني نشكرك على حضورك معنا. راح نخليوك ترتاح شويه باش نستقبل يعني زوج مهندسين اخرين اللي كانوا وراء صعود وداد تلمسان، اللي كانوا اعمده تاع الفريق واللي قادوه نحو تتويجات كبيره لوداد تلمسان، واليوم عادوا باش يرجعوا وداد تلمسان الى بطوله رابطه المحترفه الثانيه موبيديس. لكن بعد ما نشوف مع بعض هذه الصور الجميلة، هذه الصور الرائعة لولاية تلمسان.